بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. نستأنف هذه الفقرة مع ميشيل لونغو ومع الموضوع الذي رأينا فيما سبق Comment améliorer son expression écrite. طبعا ذكرنا في أول الأمر بأنه كل الأشخاص لا يستطيعون أن يكونوا بقدرة وموهبة الكاتب. لماذا؟ لأن هذا يمتهن المهنة. ثم رأينا أيضا بأن الأشخاص يشعرون بأن الدراسة خاصة دراسة اللغة الفرنسية لأن غير كافية في القسم، خاصة عندما يكون الشخص على أبواب كتابة رسائل تحفيز أو كتابة تقارير إلى غير ذلك. يشعر الشخص طبعا حينها بأن ما يدرسه أو ما درسه غير كافي. طبعا تقول الكاتبة بأن تطوير الذات في هذا المجال هو ممكن. طبعا يمكن تطوير الذات بعدة طرق، منها مثلا القراءة أو الاحتكاك بالآخر والدخول في نقاشات مثلا متبادلة. طبعا الكاتبة هنا تركز على نقاط بعينها كما رأينا، وتذكر مثلا على سبيل المثال العرقلة. هناك مجموعة أشخاص عند بداية الكتابة يرون أنفسهم غير قادرين على هد البداية، يرون أنفسهم غير قادرين على الدخول في الموضوع. إذن طبعا يتقترح كما رأينا أن يكتب الشخص ما يأتيه إلى ذهنه طبعا في محاولة للدخول إلى الموضوع. ثم تذكر بأنه على الشخص الذي يريد أن يطور من قدراته أن يتجنب في الغالب مسألة النسخ واللصق. ثم رأينا مسألة المرور من الفكرة إلى الكتابة. أحيانا تكون عندنا أفكار لكن لا نستطيع طرحها بطريقة صحيحة. إذن طبعا الكاتبة هنا تطرح مسألة أن يسأل الشخص نفسه ماذا يريد أن يقول، ماذا يريد أن يقول بالضبط، وبالتالي فهو سيجيب عن نفسه. إذن ما سيجيبه هو الذي عليه أن يكتبه. طبعا هنا يختلف الأسلوب، ممكن أن هذا الشخص يكتب هد الفكرة جوابا على هذا السؤال بطريقة ما، ويمكن لشخص آخر أن يكتبها بطريقة أخرى. الأسلوب سيختلف طبعا، لكن طبعا تحسين هذا الأسلوب سيكون مع الوقت. الشخص سيدأب في كل مرة على أن يسأل نفسه بشكل غير مباشر مثلا، ثم يجيب عن أفكاره التي يريد أن يطرحها، والأسلوب أيضا سيتطور مع الوقت. ثم تقول الكاتبة بأن الهدف من الكتابة هو أن نوصل المعلومة وليس مجرد ملء للورقة. يجب أن لا تكون عندنا هذه الفكرة بأنه علينا أن نملأ الورقة فقط، بل علينا أن تكون عندنا فكرة بأن الهدف من هذه الكتابة هو أننا نريد أن نوصل فكرة ما أو رسالة ما. ثم نستكمل مع هذا الموضوع. Faut-il faire un plan avant d'écrire؟ Faut-il faire un plan avant d'écrire؟ هل يجب أن نقوم بتصميم avant d'écrire قبل الكتابة؟ هل يمكن أن نقوم بتصميم، يعني نطرح فيه كل الأفكار وتسلسلها؟ هل يمكن أن نضع تصميما من خلاله نكتب الموضوع؟ واش يمكن لنا نوضع واحد البلان اللي عليه نكتب الموضوع؟ هو ان تكست لون. بالنسبة لنص طويل سي انديسبونسابل، يعني أنه ضروري. كما نقول سي نيسيسير، سي نيسيسير. انديسبونسابل مقصود بها نيسيسير، يعني أنه ضروري. إذن بوغ ان تكست لون، بالنسبة لنص طويل سي انديسبونسابل، هو ضروري. ميم بوغ اون لاتر، ميم بوغ اون لاتر، ولكن حتى للرسالة. إذن بوغ ان تكست لون c'est indispensable même pour une lettre. بالنسبة لنص طويل هو ضروري، ولكن هو حتى للرسالة. المقصود même indispensable pour une lettre، ولكن حتى هو ضروري بالنسبة للرسالة. vous pouvez faire un mini plan، يمكن أن تجعل، المقصود يمكن أن تفعل أو تضع بمعنى آخر. un mini plan يعني نصف تصميم. Obrouillon, obrouillon, يعني في الوسخ. De façon à enchaîner vos idées
دو فاسون ا اونشيني فوزيدي. هنا عندنا بطريقه المقصود بحيث ا اونشيني فوزيدي انك تسلسل افكارك، يعني غتقول شنو هي الفكره الاولى، شنو هي الفكره الثانيه، شنو هي الفكره الثالثه الى اخره. اذا هنا نتكلم عن تسلسل افكار، نتكلم هنا عن لونشينمون دي زيدي. لونشينمون دي زيدي، اذا نتكلم عن تسلسل افكار. Vous pouvez faire un mini plan ou brouillon de façon à enchaîner vos idées dans le bon ordre. طبعا نتكلم على الاوردر، يعني الترتيب، في ترتيب جيد. اذا vous pouvez faire un mini plan ou brouillon de façon à enchaîner vos idées dans le bon ordre. يمكنك ان تقوم بنصف تصميم دو فاسون ا اونشيني، اذا بطريقه تسلسل، المقصود بحيث انك تسلسل فوزيدي، يعني افكارك دون لو بون اوردر، يعني في الترتيب الجيد. بور اتر كلير، لكي تكون واضحا، ان تكست دو اتر بيان كونستروي، يعني نصا ما يجب ان يكون بيان كونستروي، مبنيا جيدا. كما نقول مبني بشكل جيد، كونستخويغ يعني بنى. هنا نتكلم عن لو تكست هو لي كونستخوي، يعني انه هو المبني. ان تكست دو، يعني نتكلم عن النص يجب. نتكلم عن لو فيرب دوفوار، ومنها لي دوفوار، يعني الواجبات. ان تكست دو يعني النص يجب. اتر يعني يكون، طبعا نتكلم عن لو فيرب اتر، اذا نتكلم عن فعل كان. اذا دو اتر يجب ان يكون. بيان كونستخوي مبني جيدا. لي زيدي او لي في سي اونشين دو فاسون كويرونت. لي زيدي او لي في سي اونشين دو فاسون كويرونت. اذا نتكلم على لي زيدي، لي زيدي يعني الافكار، او لي في والافعال سي اونشين. هنا عندنا سونشين، هنا لو فيرب سونشيني، سونشيني يعني تسلسل. راينا قبل ذلك لو فيرب اونشيني يعني أنك تسلسل، المقصود أنك ترتب. إذن هاد الفعلين كما نلاحظ أن عندهم علاقة بلاشين، عندهم علاقة بلاشين. لاشين المقصود بها سلسلة، لاشين نتكلم عن سلسلة، أو نتكلم عن مجموعة أشياء متتابعة ومتتالية، مجموعة أشياء، مجموعة أشخاص متتالية ومرتبة. نتكلم عن مجموعة مؤسسات تجارية أنها في نفس التنظيم، أو نتكلم عن مجموعة من المحطات ديال الإذاعة وديال التلفازة اللي تثبت في وقت واحد مجموعة برامج. إذن هاد مجموعة محطات الإذاعة والتلفازة كما نلاحظ كأنها شين، كأنها حلقات سلسلة، إذن نسميها لاشين. إذن نتكلم عن لاشين يعني سلسلة. عندما نقول فير لاشين المقصود بها سون ميتر على سويت لي زان دي زوتر، سون ميتر على سويت لي زان دي زوتر، يعني انك تجعل نفسك. عندنا لو فيرب سون ميتر، ميتر يعني انك تضع شيئا، سون ميتر كما نقول انك تضع نفسك، المقصود انك تجعل نفسك على سويت، يعني انك تجعل نفسك في تتابع على سويت. اذا سون ميتر على سويت يعني انك تجعل نفسك في تتابع les uns des autres، الواحد للآخر، الواحد للآخر. إذا نتكلم عن الجمع هنا les uns des autres. les idées ou les faits s'enchaînent de façon cohérente. عندنا s'enchaîne، رأينا قبلا s'enchaîner، الأصل أن نقول s'enchaîne. يمكن أن نقول هذا هنا، نقول مثلا les idées ou les faits s'enchaînent دو فاسون كويرونت، ولكن علينا أن نعوض هاد إيغريك. هاد إيغريك تعني عبارة مبدوءة بأ طبعا، وتعوض هنا ما سبق ذكره، وتعوض هنا ما سبق ذكره. الذي سبق ذكره نتكلم عن أنتكست، نتكلم عن أنتكست كما نتكلم عن مكان. إذن في هذا النص الكلمات والأفكار كأنها توجد بهذا المكان، كأنها توجد بمكان. إذا نتكلم عن كلمات وعبارات في هذا النص، إذا هي توجد داخل هذا النص، كأن هذا النص هو مكان لهذه الكلمات. إذا طبعا هنا سنتحدث عن
عبارة سبق ذكرها وترمز للمكان، هي التي عوضت هنا بهذا إغريغ. إذن كما قال لنا أحد الأساتذة ذكر الله بالخير عندما كنا تلاميذ، قال لنا بأن هذا إغريغ تستلزم أ، نقول أي. إذن هذا أ عند علاقة بهذا إغريغ، إذن نقول أي. إذن طبعا هنا نفس الشيء، أن هذا إغريغ أنها تستدعي عبارة تبدو بأ. إذن المقصود هنا عندما نقول لزيدي أو لفي سانشين، يعني أنها تتسلسل سانشين دو فاسون كويرانت، تتسلسل بشكل متماسك ومتلاحم. نتكلم على كويرانس يعني التماسك والتلاحم لمكونات ما، لكن الفكرة لم تكتمل بعد لأننا لم نعوض هاد إغريغ. إذن علينا أن نقول les idées ou les faits s'enchaînent de façon cohérente à ce texte, à ce texte في هذا النص. إذن في الأصل عندنا un texte doit être bien construit، نصا ما كيف ما كان يجب أن يكون مبنيا بشكل جيد. les idées ou les faits، الأفكار والأحداث s'enchaînent يعني أنها تتسلسل دو فاسون كويرونت، دو فاسون كويرونت بشكل متماسك اسو تيكست في هذا النص. إذن كما نلاحظ عندنا إعادة، إذن لكي نقول بأن الأفكار والأحداث تتسلسل فيه سنكتب هاد إغريغ. إذن هاد إغريغ كما نقول أن تعوض كلمة فيه. ربما تقول لي عندنا في الأصل أن تيكست وليس اسو تيكست، طبعا كما ذكر الآن بأن هاد إغريغ تعوض ما ذكر سابقا لكن مسبوقا بأ. طبعا ما ذكر سابقا هو أن تكست، ولكن إذا أرادت الكاتبة، لنفترض هذا، إذا أرادت أن تترك التكرار، هل ستقول مثلا أن تكست دو أتخ بيان كونستخوي لزيدي أو لفي سانشين دو فاسان كويرانت أن تكست؟ لا يمكن هذا. أن تكست كأنه نص آخر هنا. إذا لكي تعيد أن تكست وعند التكرار نريد أن نقول بأننا نقصد هذا النص الذي ذكرناه، إذا طبعا لابد أننا نقول أسو تكست. طبعا نضيف هاد أ لأن إغريك تستوجبها، ثم طبعا نضيف هاد سو حتى يعرف القارئ بأننا نتكلم عن هذا النص. أن تكست دو أتخ بيان كونستخوي، نتكلم عن نص ما يجب أن يكون مبنيا بشكل جيد، ثم نذكر بأن الأفكار والأحداث يجب أن تتسلسل بشكل متماسك في النص. عن أي نص نتكلم؟ في النص. عن أي نص نتحدث؟ طبعا يجب أن نقول في هذا النص. طبعا في الأول، في أول الأمر ذكرنا نصا ما كيف ما كان، ثم يجب أن تكون الأفكار متماسكة ومتسلسلة في هذا النص. إذن هذا النص أصبح معرفا. إذن حتى لو كان التكرار يجب أن نضيف سو، فهذا لا ينفي التكرار. طبعا حتى نتجنب هذا التكرار عوضنا هاد العبارة ككل بهاد إغريغ. إذن كما نقول نص ما كيف ما كان يجب أن يكون مبنيا بشكل جيد، الأفكار والأحداث يجب أن تتسلسل فيه، هاد إغريغ كما نقول فيه دو فاسون كويرونت بشكل أو بطريقة متماسكة. ثم pour cela، من أجل هذا، il faut commencer par réfléchir à ce que vous voulez dire، يجب أن تبدأ بالتفكير فيما تريد قوله. pour cela، من أجل هذا الذي ذكرنا بأنه يكون عندك نص مبني بشكل جيد، الأفكار والأحداث متسلسلة فيه بشكل جيد ومتماسكة. pour cela، il faut commencer par réfléchir، يجب أن تبدأ بالتفكير. pour cela، من أجل هذا، il faut commencer par réfléchir، يجب أن تبدأ بالتفكير. il faut عندنا va falloir يعني توجب. il faut commencer par réfléchir، يجب أن تبدأ بالتفكير. à ce que vous voulez dire، في الذي تريد قوله. à ce que vous voulez dire، في الذي تريد قوله. à ce que، في الذي. à ce que، في الذي. vous voulez يعني أنتم تريدون، dire قول. à ce que vous voulez dire، في الذي تريدون قوله.
Et à l'ordre dans lequel vous allez présenter les choses. Et à l'ordre. ويجب أن تفكر أيضا à l'ordre. كما رأينا قبلا. À ce que. يعني في الذي. يجب أن تبدأ بالتفكير في الذي. À ce que. Vous voulez dire. الذي تريد قوله. Et à l'ordre. وفي الترتيب. رأينا قبلا. L'ordre. يعني الترتيب. Et à l'ordre. Dans lequel vous allez présenter les choses. Et à l'ordre. و في الترتيب. Dans lequel. الذي فيه. Dans lequel. الذي فيه. Vous allez présenter les choses. Vous allez, يعني أنكم ستفعلون شيئا. طبعا vous allez, يعني أنكم تذهبون. رأينا فيما سابق بأن الverb aller يأتي كنصف مساعد. تتسمى سمي أوكسيليير. هو أفعال أخرى طبعا. علاش نصف مساعد؟ إذن هذه الأفعال تأتي أمام فعل آخر ليصبح للفعل الآخر معنى معين. مثلا عندنا هنا vous allez présenter يعني أنكم ستذهبون تقدمون les choses الأشياء. هذا ليس المعنى المراد بهذه العبارة. vous allez présenter يعني أنكم ستقدمون قريبا. إذن هنا تتكلم على le futur proche. Le futur proche. مثلا نقول nous allons faire un pique-nique. Nous allons faire un pique-nique. يعني أننا سنقوم بنزهة. وهذه النزهة هي قريبة جدا. هي قريبة التحقيق. طبعا نستعمل le verbe aller أمام الفعل الآخر. Nous allons faire مثلا un pique-nique. Ou bien nous allons sortir. طبعا نتكلم عن أفعال أخرى يعني أنها تقوم بنفس الدور. يعني أنها تعطي للفعل معنى معين. نقول مثلا Je viens de sortir. Je viens de sortir. Je viens. هذا le verbe venir. يعني فعل أتى أو جاء. هل المعنى هنا Je viens de sortir. أنا أتيت أخرج. ليس هذا هو المعنى. المقصود أنني خرجت قبل قليل. عندما نقول Il se met à pleurer. هل المعنى هو أنه وضع نفسه يبكي؟ طبعا نتكلم عن لو فيرب سو متر يعني وضع نفسه. لو فيرب متر. لو فيرب متر يعني انك تضع شيئا. سو متر انك تضع نفسك. لكن هنا سو متر اتى قبل فعل اخر لكي يفيد لنا معنى اخر اللي هو انه بدا يبكي. il se met à pleurer يعني انه بدا يبكي او اخذ في البكاء او اخذ في البكاء. اذا نتكلم عن لي سومي اوكسيليير كما نقول انها نصف مساعده. طبعا نعرف بان في الفرنسيه هناك دو زوكسيليير. في اللغه الفرنسيه نعرف بان هناك دو زوكسيليير. هناك مساعدان. هادو ماشي سومي اوكسيليير. هادو اوكسيليير كما نقول بان عندهم الرتبه كامله. كما نقول بان الدرجه عندهم كامله. انهم اوكسيليير يعني أنهم مساعدين. علاش؟ لأنهم تتستعملوا بكثرة. نتحدث عن لوكسيليير إتر إي لوكسيليير أفوار. نتحدث عن لوكسيليير إتر إي لوكسيليير أفوار. في الحقيقة كل هذه الأفعال أنها تقوم بنفس الدور. أنها تأتي أمام فعل آخر ليكون لهذا الفعل الآخر معنى معين. لكن إتر وأفوار أنها كثيرة الاستعمال. أنها كثيرة الاستعمال. إتر وأفوار أنها كثيرة الاستعمال على عكس لي سومي أوكسيليير أنها أقل استعمالا. إذا لكي يكون عندك نص ما مبني بشكل جيد أفكار متناسقة ومترابطة pour cela من أجل هذا il faut commencer par réfléchir à ce que vous voulez dire. يجب أن تبدأ بالتفكير فيما تريد قوله. Et à l'ordre dans lequel vous allez présenter les choses. ثم التفكير في الترتيب الذي فيه سترتب أو ستقدم الأشياء. بوصلة من أجل هذا. من أجل هذا الذي ذكرنا. المقصود هنا pour que vous ayez un texte bien construit où les idées où les faits s'enchaînent de façon cohérente. حيث الأفكار والأحداث تترتب فيه بشكل متناسق. بوصلة معناها pour que vous ayez un texte bien construit. لكي يكون عندك نصا مبني بشكل جيد. Les idées ou les faits s'enchaînent de façon cohérente.
يعني الأفكار والأحداث تتسلسل فيه بشكل متماسك. إذا نختصرها في بوصلة. من أجل هذا il faut commencer par réfléchir à ce que vous voulez dire. يجب أن تبدأ بالتفكير فيما تريد قوله، ثم à l'ordre dans lequel vous allez présenter les choses. Il faut commencer par réfléchir à l'ordre dans lequel vous allez présenter les choses. يجب أن تبدأ بالتفكير أيضا في الترتيب الذي ستقدم فيه الأشياء. إذن pour cela il faut commencer par réfléchir à ce que vous voulez dire et à l'ordre dans lequel vous allez présenter les choses. C'est cela qui vous donne un plan et non l'inverse. هذا الذي سيعطيك تصميما وليس العكس. C'est cela qui vous donne un plan et non l'inverse. هذا الذي سيعطيك تصميما وليس العكس. ليس وضع التصميم ليس هو الذي سيعطيك ترتيب الأفكار، بل يجب أن تفكر فيما تريد قوله، وبالتالي سترى ترتيب الأفكار، ثم تفكر في ترتيب هذه الأشياء كيف تريد أن تقدمها. كيف تريد أن تقدم أفكارك؟ هل تريد أن تقول هذه العبارة ثم العبارة الأخرى؟ هل تريد أن تبدأ بهذه الفقرة قبل الأخرى أو العكس؟ هذا الذي سيعطيك التصميم. Trop souvent, en effet, إذن غالبا جدا في الواقع des étudiants se forcent à découper leur texte en deux ou trois parties de façon formelle pour respecter les consignes de présentation. إذن غالبا جدا في الواقع des étudiants إذن هناك طلبة se forcent à découper leur texte pour respecter les consignes de présentation. أنهم يجبرون أنفسهم على تقطيع نصوصهم، يعني أنهم يجزئون النص الذي يكتبونه. إذن trop souvent en effet إذن غالبا جدا الواقع des étudiants se forcent à découper leur texte، طلبة يجبرون على تقطيع نصهم، المقصود أن الطلبة يلتزمون بتقطيع النص الذي يكتبونه en deux ou trois parties إلى اثنان أو ثلاثة قطع، المقصود أنهم يقطعونه ويجزئونه إلى قطعتين أو إلى ثلاثة قطع دو فاسون فورميل بطريقة شكلية. المهم أنك تنظر إلى النص فيبدو لك مقطعا ومجزئا ومرتبا. وريسبكتي لي كونسين من أجل احترام التعليمات دو بريزونطاسيون، يعني للتقديم أو العرض. طبعا كما نعرف جميعا بأن النص يجب أن يقطع إلى فقرات مثلا وإلى مقدمة وعرض وخاتمة. بعض الطلبة أنهم يقطعون نصوصهم بهذه الطريقة، ولكن بطريقة شكلية بحيث إذا نظرت إلى النص تراه منظما ومقطعا إلى عدة فقرات. Pour respecter les consignes de présentation، من أجل احترام تعليمات التقديم والعرض. عندما تريد عرض نصك وتقديمه تقدمه بهذه الطريقة، تجزئه إلى عدة فقرات حتى يبدو جميلا. Mais le contenu ne suit pas. هنا عندنا لو فيرب سويفر، يعني تابعه، ولكن الفحوى او المحتوى نسويبا يعني انه لا يتبع. المقصود انه لا يتبع هاد التجزئات وهذه التقسيمات. مي لو كونتوني نسويبا سي بارتي، يعني انه لا يتبع هذه التقسيمات، يعني اننا نجد تقسيمات في شكل والمحتوى في شكل اخر. يجب ان تنتهي الفقره المقسمة مع الفكرة. في أحيان كثيرة كما تذكر الكاتبة أننا لا نرى تناسقا بين المحتوى أو الفحوى وبين هذه التقسيمات. Mais le contenu ne suit pas، ولكن المحتوى لا يتبع، المقصود أنه لا يتبع هذه التقسيمات. Leur texte respecte une savante numérotation. Leur texte respecte une savante numérotation. Mais les idées ou les faits exprimés sont creux. Mais les idées ou les faits exprimés sont creux ou confus. Mais les idées ou les affaires ou les faits ou les dates exprimées. المعبر المقصود المعبر عنها. ولكن عندما نقرأ هذا الموضوع أو هذه الكتابة نجد بأن الأفكار أو les faits أو الأحداث، إذا نتكلم عن les idées ou les faits أو الأحداث exprimées، المعبر المقصود المعبر عنها الذي يعبر عنها الشخص sont creux، أنها جوفاء. كره المقصود بها جوفاء، أو كونفي
أو أنها غامضة. نتكلم على confusion. La confusion يعني الغموض. Encore une fois, encore une fois, مرة أخرى, il faut réfléchir. يجب التفكير avant d'écrire. قبل الكتابة. Il faut réfléchir avant d'écrire. يجب التفكير قبل الكتابة. On peut aussi avoir fait un très bon plan, mais se laisser aller en rédigeant chaque partie à faire des digressions ou des allusions à des choses dites dans d'autres parties. On peut aussi, يمكننا أيضا, avoir fait, أننا نفعل, un très bon plan, أننا نقوم بتصميم جيد, mais se laisser, ولكن أن الشخص يترك نفسه, aller en rédigeant, يعني أنه يترك نفسه يمشي, en rédigeant, كاتبا, يترك نفسه يمشي كاتبا, كاتبا ماذا؟ chaque partie, أنه كاتبا كل جزء, à faire des digressions ou des allusions à des choses dites dans d'autres parties. أنك تفعل انحرافات في النص. أنك تفعل انحرافات في النص. الانحرافات أو خروج عن النص تسمى digression. Mais se laisser à faire des digressions ou des allusions. Allusion مقصود بالإيحاءات. المقصود أنك تشير إلى ما سبق ذكره. إذن هذه الإشارات أو هذه الإيحاءات تسمى allusion. Mais se laisser à faire des digressions, يعني أن الإنسان يترك نفسه يفعل خروج عن النص, كما لو نقول هنا خروجات عن النص, أو des allusions, أو أنك تقوم بإيحاءات أو بإشارات à des choses dites dans d'autres parties, à des choses dites dans d'autres parties, إلى أشياء أخرى قيلت في أجزاء أخرى, المقصود في فقرات أخرى. إذن كما قلنا بأنه يمكن أن يكون لنا تصميم جيد, ولكن الشخص عندما يكون عنده خروج عن النص أو تلميحات إلى ما سبق ذكره في كل فقرة, متى يحدث هذا؟ en rédigeant chaque partie, كاتبا كل جزئين. إذن عندما يكون في الكتابة في كل فقرة فقرة, إذن هو يخرج عن النص ثم هو يلمح إلى ما سبق ذكره. نعيد الفقرة. On peut aussi avoir un très bon plan, يمكن أن يكون عندنا تصميم جيد, mais se laisser aller en rédigeant chaque partie, ولكن يترك الإنسان نفسه يذهب وهو يكتب كل فقرة, à faire des digressions, يعني أنه يفعل خروج عن النص ou des allusions, أو أنه يقوم بإشارات أو تلميحات ou des allusions dites dans d'autres parties, ou des allusions dites dans d'autres parties, أو أنه يقوم بتلميحات أو إشارات إلى ما سبق ذكره في فقرات أخرى. إذا ماذا سيحدث إذا قام الإنسان بهذا الأمر؟ إذا قام الإنسان بخروجات عن النص عن الموضوع, وإذا قام بتلميحات في كل مرة إلى ما سبق ذكره. لو ليكتور يعني القارئ, une impression, يكون عنده انطباع, دوغوديت, يعني أنه يكون عنده انطباع عن إعادة القول, المقصود للتكرار, ديباربيمون, وتشتت. القارئ سيكون عنده حينها انطباع بتشتت ذهنه وهو يقرأ الموضوع. pour éviter cela, من أجل تجنب هذا, pour éviter cela, من أجل تجنب هذا, je conseille de n'exprimer qu'une idée par paragraphe. أنا أنصح بعدم التعبير إلا عن فكرة واحدة في كل فقرة. إذا نكتفي بهذا القدر, حياكم الله, وإلى لقاء قادم بإذن الله.